السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني خواتي المشاهدين مرحبا بكم معي في الحلقة دي اليوم أهم عناوين الحلقة نظام العسكر الحاكم بالجزائر وأبواقه المأجورة تنقل هزيمة حسب رئيس الحكومة الإسبانية بنوع من التشافية الجزائر تروج أطروحات بوليزارو في يوم إفريقيا كذلك في هذه الحلقة نشوفوا ماذا وراء تسريب مخابرات الجزائرية خبر انعقاد في إسرائيل جمع مسؤولين رفيع المستوى من أجهزة مخابرات إسرائيل وفرنسا والمغرب وفي الختام شارك معكم خبر وصول وزير الخارجية الجزائري إلى نيويورك في محاولة من الجزائر فوز مقعد غير دائم في مجلس الأمن وبعد الفاصل الموضوع الأول بخصوص التفاعل الاعلامي الجزائري مع الانتخابات الاسبانيه وهذا اللي يعكس رغبة السلطات الجزائرية في تغيير الاستحقاق الانتخابي موازي القوة داخل اسبانيا مقابل فتح صفحة جديدة وهذا اللي كان يلمح اليه الرئيس الجزائري اكثر من مرة المعارضة اليمينية الاسبانية اعلنت في وقت سابق ان حققت مكاسب قوية محليا وإقليمية في الانتخابات المحلية والجهوية وشي اللي يشكل مؤشر جديد على تحول المشهد السياسي في اوروبا لكي يعيش على وقع قفوة تيار اليسار مقابل صعود غير مسبوق لليمين في عدد من الدول الاوروبية كما هو الشأن في ايطاليا توقعات بعض وسائل الاعلام الجزائرية بان يفقد المغرب حليف استراتيجي له في المنطقة يعني رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو شانشيز في تصاعد خطاب حزب الشعب اليميني حول ما يصفه هذا الحزب الاسباني باخطاء شانشيز في التعامل مع ملف الصحراء المغربيه والعلاقات مع الجزائر وتناقلت وسائل الاعلام الجزائريه هزيمه حزب رئيس الحكومه شانشيز بنوع ما تشفي ومشات في توقعات وتكهنات الى نهايه حكم اليسار في اسبانيا لما اعتبرته رد فعل طبيعي من الشارع الاسباني على قرارات الحكومة الإسبانية خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع ملف الصحراء المغربية ومع الجزائر حيث تمت الإشارة إلى تراجع الصادرات الإسبانية إلى الجزائر نحو 82% ولم يبقى بين البلدين إلا اتفاق تموين بالغاز تحكمه ضوابط أخرى فالإعلام الجزائري منفصل بقيادة الجزائرية أعلنت على الصورة ديالو سطور وبشاشة الاطمئنان القرار حل البرلمان الإسباني القيام بانتخابات سابقة لأوانها من بعد نتائج الانتخابات المحلية يقرر في انتخابات شرعية مبكرة احتمال عودة الحزب الشعبي الإسباني إلى رئاسة الحكومة وبالتالي إمكانية تراجع إسبانيا عن التزاماتها مع المغرب هنا يجب التذكير إسبانيا الشريك الإقتصادي الأول للمغرب تدبر البلاد من داخل التكنات العسكرية هنا يجب التذكير بأن الإتفاقات مع المغرب كانت بإسم الدولة الإسبانية وهي اتفاقات استراتيجية تشمل روافع سياسية واقتصادية وأمنية متينة وعميقة نوعية وطويلة الأمد ولا يتوقع التغيير المبدئي في ثواب السياسة الخارجية الإسبانية وخاصة مع المغرب وهذا لكي يعني أن الواقع سيستمر لأن السياسة الإسبانية سياسة دولة وليست سياسة أحزاب ويتواصل تمتين العلاقة الإسبانية مع المغرب على شتى المستويات خاصة بعد دعم مقترح الحكم الذاتي لذا يجب الإعلام العسكر الجزائري انفعالات الدول على قابلية انفعالية للدولة الجزائرية إسبانيا الدولة تراعي المصالح ديال الشعب ديالها واتفاقيات مع إسبانيا محصنة من تأثير مزاج السياسي الداخلي الجزائر بقيادة ديالها المدنية والعسكرية تتبنى الدبلوماسية المبنية على ردود الفعل وفيما تحركت المملكة المغربية في إنجاز علاقات سواء مع شركاء أوروبيين أو أمريكيين أو أي دولة من إفريقيا وإلا كانت ردة فعل في الجزائر احنا شفنا مؤخرا زيارة الرئيس الجزائري إلى البرتغال وتوقيتها وهذا اللي أثار الجدل واسع وهذه كانت محاولة الرأي العام الوطني الجزائري على أن الدبلوماسية الجزائرية هي بدورها فعالة في صناع القرار وتشير اتهام الشعب الجزائري انها كتقوم بالواجب ديالها لكن الحقيقه انها الدبلوماسيه هي دبلوماسيه مبنيه على ردود افعال لا اكثر هاد التحركات راها نتائج عكسيه النظام الجزائري يصبح ضد تيار ويحاول ان يجد شماعه يعلق عليها هذا الفشل الداخلي والخارجي هذا النظام هو لا يريد تنميه لمناطق المغربية ولا الافريقيه ومصر على توريط الجزائر في دعم مجموعة إرهابية على حساب ميزانية الشعب الجزائري الآن الجزائر معزولة بنظامها كونها كدعم الإرهاب هذا الدعم لتنظيم بوليزاريو لما يقارب نصف قرن جنات من وراءه إلا إفقار الشعب الجزائري وخلقات دولة كتعيش بتندوف وهذه الدولة هي اليوم على شفا الهاوية وصلت صعيد ساكنة تهديد لاستخدام الرصاص الحي لمواجهة عصابة بوليزاريو وبحسب المعطيات اللي وفرها منتدى دعم انصار الحكم الذاتي في الصحراء هذه المعطيات تشير الى ان حملة القمع والاعتقالات والتعنيف لكي عصابة بوليزاريو وضعت مخيمة تندوف على صافح ساخن وجهت مشاعر الانتقام لدى الساكنة المتظاهرين امام مقر قيادة بوليزاريو احتجاجا على سرد اوضاعهم الاجتماعية وحقوقية حيث راه توعدوا باشعال المخيمات بوليزاريو تسعى فساد في الساحل والصحراء وعلى مساواة تنشيط الجريمة العابرة للحدود والاتجار الدولي في المخدرات والسلاح وتجارة البشر وتهريب المؤونة والمساعدات الغذائية الموجهة لمحتجزين بتندوف وتبيعها في السوق السوداء بالدول المجاورة من بعد هذا وفي تناقض تام خرج وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في يوم أمس في كلمة له خلال احتفال اليوم العالمي الإفريقية يصادف مرور ستين سنة على تأسيس المنظمة الوحدة الإفريقية اللي هي الاتحاد الإفريقي حاليا الجزائر كترفض بشدة خطة الحكم الذاتي اللي كتقترحها المغرب لحل النزاع في الصحراء ويدعو الأفارقة لدعم بوليزاريو ضد المغرب وينفي السموم الانفصالي ضد المغرب ويدرك جيدا أن في الصحراء المغربية راها تمت بموجب اتفاق مدريد وانسحاب قوات الاحتلال الإسباني راه المغرب هو اللي كان وضع قضيه الصحراء المغربيه على جدول اعمال لجنه انهاء استعمار سنه 1963 وهذا المطالبه بتحريرها من الاحتلال وهذا راه من تم قبل وجود شي حاجه سميتها بوليزاريو وربما من المفيد انه ترجع الجزائر لذلك الرساله مؤرخه في 19 نوفمبر 1974 منين جدد جدد الممثل الداعم للجزائر في نيويورك قال أنه باستثناء إسبانيا بصفتها الدولة القائمة بإدارة راه المعنية مهتمة بقضية الصحراء هي الجزائر والمغرب وموريتانيا وتجاهل ذكر هذا المولود ديال الجزائر الجديد اللي هو البوليزاريو وتم خداع وعزل السكان في مخيمة وهذا بهدف تنفيذ أجن أجندة على الاستقرار في المنطقة الجزائري يحاول إشعال المنطقة حيث أنه من بعد ما فشل في إيهاب الشعب الجزائري على أن هناك عدو ممثل في المملكة المغربية يحاول خلق الفتن مع ضوء من دول الجوار حيث أفادت الصحيفة الجزائرية يوم أمس الثلاثاء على تقول إنها موثوقة ومن دون ذكر شكون هي المصادر قالت إن وراه معلومات مؤكدة تشير إلى انعقاد اجتماع في إسرائيل يوم اثنين الماضي جمعت أج... أجهزة مخابرة إسرائيل وجهاز المخابرات الفرنسية ممثل في خمسة ديال المسؤولين رفيع المستوى و 12 مسؤول استخبارات المغربية وكان على جدول أعمال الاجتماع نقطة وحدة تتناول زعزعة الاستقرار في الجزائر وخلق فوضى في أربع ولايات جزائرية. وأكدت نفس مصادر الصحيفة أن تونس لم تسلم هي أيضا ولا شعبها من زعزعة الاستقرار حيث كتقول أطلقت استخبارات الرئيس الإسرائيلية والفرنسية والمغربية عملية ضد تونس عبر خلق موجات الاحتجاجات العنيفة والفوضى الغرض منها هو إضعاف وعزل الرئيس التونسي قيس سعيد في الحقيقة هذه خرجة مثيرة جديدة كتعكس لأي مدى يقدر يوصل الحماق ديال النظام العسكري الجزائري لدرجة انها دابا هاد الأبواق ديالو المأجورة كتروج إلى نقاش على أعلى مستوى في إسرائيل وفي جدول ديال الأعمال ديالو نقطة واحدة تخص زعزعة الإستقرار في الجزائر وحتى تونس هاد الصحيفة طبعا مقدماش هاد البوق الرسمي لعصابة الحاكمة الجزائري ما قدمتنا حتى ادله دامغه على هذا الفيلم السخيف وسيء الاخراج جاتو هذه الصحيفه وهذا اللي كيكشف ان حالة الهلوسه والاضطرابات النفسيه وصلت لدرجه متقدمه ولا يستعصي العلاج ديالها هنا يطرح السؤال حول سر هذه الخرجه الجديده لتنضاف لائحه الاتهامات اللي الجزائر الى المغرب من دون تقديم اي ادله على الصحه ديالها كذلك يجب الإشارة إلى هذا التقرير راه جاء بالتزامن مع زيارة مرتقب للرئيس الجزائري إلى فرنسا خلال شهر يونيو راه لحد الآن لم يتم تحديد موعد لها الزيارة رابعا جهات كتعمل من داخل الجزائر على تعطيل هذه الزيارة أو حتى إلغائها خصوصا أن الجزائر كانت كتحاول إدراج ملف الصحراء المغربية على جدول الأعمال وإقناع فرنسا على الإعتراف بأن الصحراء بؤرة توتر تهدد الاستقرار الاقليمي في المنطقة المغربية الطلب قوبل بالرفض من الجانب الفرنسي اللي لا يؤيد اطلاقا اضافة ملف الصحراء المغربية الى جدول الاعمال ففرنسا كتقول ان الهدف الاول واحد من ذات الرئيس الجزائري يجب ان يظل محصور على تطوير العلاقات الثنائية مع فرنسا فهذه امور من جهة تواصل الجزائر عملية ترويج ملف ترشيحها للحصول على مقعد غير دائم مجلس الأمن الدولي فترة ما بين عام ألفين و وعشرين في الإنتخابات التي تجرى في إطار الدورة سبعة وسبعين للجمعية العامة في نيويورك وفاة الصادات حل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطار في تكليف من الرئيس الجزائري المجيد تبون يوم أمس الثلاثاء بنيويورك في مقر منظمة الأمم المتحدة في زيارة عمل تندرج في سياق تحضير إنتخابات تجديد أعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن يوم السادس من يونيو من قبل الجمعية العامة وكانت الجزائر على لسان وزير الخارجية السابق اللي كان تحدث على أولويات الرئيس للزائر وكذلك على الحاجة إلى تركيز الجهود على تعزيز السلم والأمن دوليين وترقية مبادئ وقيم حركة عدم الانحياز وتطالب إعادة تنشيط العمل وتعديل الأطراف في إطار شراكات مواصلة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الدولية الحقيقة النظام الجزائري عنده أولوية وحدة وعندو ملف واحد كيشتغل عليه هو ملف الصحراء المغربية هذا اللي كيجعل الدبلوماسية الجزائرية أحادية راه تعطي حتى شي لمختلف القضايا اللي كتهتم بالزائر نفسها لذلك يكون من الصعب تحقيق نتائج ترجع بالنفع على المنطقة وعلى القارة الإفريقية والعالم بصفة عامة وكتبقى فرص الفوز بمقعد غير دائم في مجلس الأمن ضئيلة جدا رغم أن زائرها استطاعت إعلان ترشحها المقعد غير دائم لمجلس الأمن الدولي بالتعبية وحشد دعم بعد الدول الإفريقية ودول حليفة على غرار روسيا ودول عربية بحال السعودية حيث راه كان في شهر ماي الماضي صرح وزير الخارجية السعودي بأن السعودية كدعم حصول الجزائر على مقعد في مجلس الأمن لكن المتغيرات الإقليمية والدولية ستعقد مسائل الجزائر على أكثر من صعيد هناك شروط مسبقة خاصة أنها توفر على أي دولة قبل ما ترشحها شغل قاعد غير دائم داخل مجلس الأمن الدولي وما بين الوضع الداخلي للبلاد كذلك يجب إقناع بقية دائمة العضوية بحال فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وهذه الدول بكراماتية ولن تمنح الجزائر هدية مجانية خاصة إلا أن كل من فرنسا والولايات المتحدة وهم جيد اهداف الجزائر من وراء ترشحها لشغل مقعد غير دائم داخل الهيئه الامميه حتى نهايه هذه الحلقه نكتفي بهذا القدر اخواني اخواتي دعمونا بالاشتراك والاعجاب والبارتاج ونطلقه ان شاء الله في حلقه قادمه ان شاء الله شكرا لكم على المتابعه